لنعرف أكثر بموضوع التغذية اليوم تحديدا مع اختصاصية التغذية هبة أبو لطيف. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. اليوم رح نعرف أكثر كيف المرحلة الدقيقة اللي بتكون وقتها منبلش نعطي طعام صلب مثل ما بنقول سوليد للأطفال الصغار، يعني بأي عمر منبلش وشو يعني طعام صلب، كيف ببلش؟ هلا بأي عمر كثير عم بيكون عليها ديبيت، ونحن بنعرف انه من الست اشهر وطلوع، بس ريسنت لاخر كم سنه صاروا عم بيدخلوا الطعام الصلب للاطفال من عمر 14 وطلوع. سو طلعت الجايد لاينز او القرارات اللي طلعت اخر شيء انه طول ما هو الولد ريدي عم بيعطي اشارات انه هو قاعد بيقدر يقعد يهدي راسه، بيقدر او بس يشوفك عم تاكلي عم بيهجم على الاكل، بيقدر يعمل الروت من الاكل لتمه، يعني هذا الولد صار حاضر انه ياكل. فاذا كانوا عم ببينوا هودي السيمتومز على الاربع اشهر معناتها هو بيقدر ياكل اربع اشهر، اذا لا بننطر لست اشهر، بس اكيد ممنوع كليا قبل اربع اشهر يدخل اي طعام صلب، بس بنراقب الولد قد ايه ريدي مستقبله بلش نعطيه. هبه، هل تختلف طريقة بلع؟ يعني بنعرف انه البلع عند الاولاد هو شيء هيك غرائزي، يعني دغري بياخذ البيبرون والحليب، بس قد ايه بتختلف كمان يعني قد ايه لازم يتعلم يبلع الطعام الصلب؟ صح مزبوط، بتختلف بين ولد وولد، يعني في ولد ممكن ما يكون كثير بعده جاهز للطعام الصلب بيتاخر هيدا الشيء عنده، في ولد جاهز كثير ودغري مثل ما قلت لانه هي غرائزيا بتمشي. هلا في اهل ببلشوا بيعطوا الطعام المطحون مثل ما نحن بنعرف الناعم، الناعم في كله بيري بيعطيهم. في اهل عم بيمشوا باللاد وينينج او الفطام عن طريقه الاكل مثل ما هو ينعطى، كمان هون اصعب شوي للولد يبلع، بس كمان عم بيتعودوا الاولاد عليها. سو بتحسي انه بخافوا الاميات يروحوا بهيدا الاسلوب، بس في يمكن له كثير منافع ففي منهم دي ريسك انه بيروحوا فيه. شوي الولد ببلش انه يبين عم بيتشردق او شيء عم بيغص، بس بيقدر يعلم حاله، يعني بينترك مره ثاني مره ثالث مره بصير الولد يقدر يبلع كثير منيح. نعم، اي طعام صلب لازم تبلش فيه الام؟ يعني اول شيء نحن على طول بننصح نبلش بالخضره، وبننصح نبلش بالاشياء اللي طعمتها منا سويت، يعني من الكوسه الاشياء اللي منا سويت عشان ما يتعود على الطعم الحلوه ويرجع يبطل ياخذهم. وبنفضل على طول اول فتره بس تنكتشف الحساسيه تبعو الولد نمشي كل نوع طعام ثلاث ايام او يومين تنقدر نشوف اذا عملوا اي رياكشن للولد، وخصوصا الاولاد اللي عندهم بالعائله تاريخ حساسيه كثير. سو هون كثير بدها تكون منتبهه. هلا في كثير اطعمه كانت قبل ممنوع ياخذها قبل السنه، كمان ريكومنديشن الجديده صار فينا ناخذها مثل البيض، كان ممنوع للاولاد قبل السنه لانه تخوفا من الحساسيه على بياض البيض، ريسنتلي صاروا عم ينصحوا يعطوني بيعطوه يمكن بكميه او شيء بكميه بس صغيرة. انه ينصحوا يعطوه للولد مشان انه اذا في حساسيه بيركلج الجسم عليها وبيمشي الحال. اذا كنت اسالك يعني هل في طعام صلب مثلا له توقيت او عمر معين، قبل السنه بعد السنتين بعد الثلاثه؟ مزبوط، كنا قبل نمنع البيض ونمنع والعسل، هلا العسل اكيد بعده ممنوع قبل السنه، يفضل يروح للسنتين. ليش العسل؟ مشان البكتيريا الموجوده فيه هي مميته اذا لقطها الولد، يعني فيفضل العسل قبل السنه، ما في الماده تبع الولد تهضم هيدا الشيء او تتقبل هيدا الشيء. اللحومات والدجاج بنفضل شوي نبلش لهم على 7-8 اشهر بيكون الماده تبع الولد جاهزه اكثر. يفضل يعني على 8 اشهر الولد يكون عم ياكل من كل شيء، في كثير اميات بيكونوا بعضهم خايفانين، يعني بكون على 8 اشهر بعدها ما عم تعمل كل شيء وبعدها خايفين، انا بقول لهم لا انه تقريبا على 8 اشهر الاكل اللي عاملينه بالبيت اكيد من قيم منا الملح في الولد يكلها، يعني فشو ما يكون عندنا الاكل اي متى مطحون اي متى مش مطحون قد ايه وقت، يعني في ولادي بيتعودوا على الاكل المطحون وبيصير صعب كثير، يعني صح. بيقطعوا السنه وبعدهم عم ياكلوا اكل. هلا احنا بنبلش المطحون بس انه نقطع السنه ويكون بعده مطحون لا. يعني الولد بس يبلش يطلع له كل الاسنان ويبلش قادر يالوك كثير منيح، يمضغ كثير منيح، هون كمان بدنا نبلش نخفف من المطحون للمطحون شوي خفيف، يعني بعدين بعد السنه يكون قادر ياكل الاكل عادي. فاللي الام اللي بتاخر هيدا الشيء كثير عندها صعوبه انه تلاقي الولد يرجع يتقبل الاكل لانه بلش يكبر وتعود على هيدا النظام. نفس الشيء الام اللي بتاخر ادخال الطعام الصلب، يعني في اهالي
الاميات باخره للست سبعة اشهر تيبلشوا يعطوا الاكل الصلب. هون بصير الولد البريفرنس تبعوله افضليه بتروح للحليب لانه اسرع بحب يشرب وبيشبع اسرع، فما له خلق ياكل، ما له متعود على هذا المود. فكل ما ناخر كل ما بيدور اكثر، وكل ما ناخر بالطعام المطحون كمان كل ما بيدور اكثر. كمان في هيك طرق او عادات هبه لازم الام هيك تتعود عليها، مثلا بعمر الاربع اشهر خمس اشهر تعطيه شيء بايده ما بيشردقه او بيكون كمان هو صلب، وشو هي هالانواع؟ مزبوط. هلا اذا نحن بدنا نمشي باللاد وينينج تكنيك، اذا بدنا نعطيه الطعام الصلب مثل ما هو، في انستراكشنز الام لازم تمشي عليها لقياسات تبعو الاكل. يعني انا بدي اعطيه موزه بدي اقسم له اياها تكون صغيره وتكون الكعب تبعولها القشره موجوده، ما اعطيها تضل تزحد. سو هون الولد بيقدر يمسكها منيح، والموزه ما بتغصصه كثير. نفس الشيء اذا بدي اعطيه الخضره الثانيه الجزره ولا وات ايفر انواع خضره، بدها تكون كلها مسلوقه ومأكدين انه هي كثير منيح طريه للاولاد. والقياسات في مثل تشارت الام بتقدر تجيبها وتصير تشوف قياسات الاشياء حسب عمره للولد، وفيها تخلي له الاكل. هيدي الطريقه اللاد وينينج عم بتخلي الاولاد انه يتقبل الاكل اكثر، وعم بيكون تقريبا على عمر السنه الولد عم بيقدر ياكل بالملعقه عادي لحاله. سو اريح لها للام. هلا بتجبر شوي بالاول بس انه بدها تتحمل، يعني تحط حواليها اشياء ثانيه. مرحله بدها تقطع. طيب الخبز بالايد، يعني اوقات بنشوف هيك بتلف له خبزه وبصير معود عليها ويمضغها، او بسكوي مثلا. قد ايه اول شيء صحي هالشيء؟ وقد ايه يعني كمان هيدا بيعوده او ما بيعوده؟ ليك هيدا الشيء بدنا ننتبه من كميه السكر اللي عم بتكون موجوده فيهم. يعني هول الاشياء الخبز ولا البسكوي العادي فيهم كميه سكر، والولد مش مفروض بجسمه يكون عم يدخل كميه سكر كثير كبيره. سو بدنا اذا بدنا نعطيه بسكوي بده يكون البسكت المخصص لعمره اللي مدعم بالحديد، لانه بعد عمر الست اشهر الولد ضروري ياخذ حديد. الخبزه ممكن يمكن بتروقه لما بيكون عم بيطلع له اسنان بحب يقعد على شيء اوكي، بس انه هي كمان عم بتكون بديل لبعض الاكل المغذي اللي بده يرجع ياكله. يعني عم بيشبع الولد انه اكل خبزه عم بيشبع، بس يجي بده وقت الطعميه ما حيقدر ياكل الوجبه اللي بدها طعميه. يعني سو انا هون بفضل لا نروح للسناكات المفيده اكثر، لشيء ممكن يساعده. يعني في الفروتس ينحطوا باشياء للولد يقدر يعدها ويمتص كل الغذاء منهم. هون احلى ما انه نعطيها خبزه لحاله. حكيت كثير عن السكر يعني اكثر من مره، حتى بالسكر بالخبز او صح. السكر لاي عمر يعني مستحب انه يضل الولد ما يفوت على جسمه سكر؟ انا بفضل تعطول قبل السنه، اكيد ابدا ما يتفوت على جسمه سكر، ويفضل قد ما فينا بعد السنه. بس انه طول ما انا قادره اعمل له كنترول للبيبي للولد اللي عندي، انه انا لمتحكمه باكله، يفضل انا ابدا ما اعطيه، لانه حيلحق يروح على النيرسري على الجاردري وحيصير يتعرض وياكل من برا، وحيصير هو ياكل سكر من برا. سو انا طول ما انا مقدره اسيطر على الموضوع، انا بفضل كثير نخفف، ما ياخذ الوحدات الحراريه لجسمه من اشياء ما انها صحيه. قد ما فينا نفوكس على الكواليتي اوف فود اكثر من الكوانتيتي. يعني انا عم بعطيه خضره وفواكه واشياء معينه، يعني ما اكل كميه كثير كبيره سافا، بس انه مهم اكل. وضلي كمان منتبه انه انا البريست ميلك تبعولي اذا انا عم بردع لازم ضلي مكمله قد ما في من السنه للسنتين ريكومنديشن عالمي، انه قد ما في اذا بوصل للسنه كثير منيح وبكمل للسنتين ضروري بكون اخذت. هو المهمين حتى وقتها بيكون بلش ياكل اكل صلب ما في مشكل؟ لا ما في مشكل. لازم اعرف انه انا من الصفر لست اشهر الحليب الام وحده كثير بكفي، بلا مي بلا ينسون بلا وات ايفر اعشاب ممكن يعطوه للولد. سو حليب الام فقط لا غير بكفي، وحتى لو كان كشوب وحتى لو حسيته عطشان هو ما بيكون عطشان، لانه حليب الام فيه كثير كميه من المي كافيه للولد لجسمه. وبعدين اكيد بتخف فتره الرضاعه تدريجيا للولد. هبه يعني وقتها قلتي مندخل الطعام عام الصلب بصير بده يشرب اكثر الولد صح؟ اذا ما كان في يعني ما كان عم يرضع حليب طبيعي، قد ايه كمان هون كميه المي بتاثر؟ لانه اوقات بتقول الام انه اذا شرب كثير ببطل ياكل كثير. مزبوط. هلا بس نبلش له اكل صلب ضروري نفوت له المي، يعني بس قبل نبلش الاكل مش ضروري ابدا المي، بس لما نبلش له الاكل الصلب بدنا نفوت مي. بس ما ننتبه انه المي بالكميه شوي، مش كل النهار ضل بايده القنينه وضل عم بيشرب قبل ما يعني قبل ما ياكل. هون بدي ضلي منتبه للموضوع. وبدي
ننتبه انه بالايامات اللي فيها شوب كثير كمان المي هون لازم يشرب الولد اكثر، يفضل يكون الليكويد اللي عم يشربه على طول مي، ما ندخل له عصير او عصير خضره ولا عصير فواكه. يعني حتى عصير الفواكه الفريش هودي كمان فيهم سكر، يعني كمان قبل السنه ما لازم ياخذهم. قبل السنه يفضل ما نعطيه عصير للولد، لانه كمان عم بيحل محل اشياء ممكن ياخذها وتغذيه، سو الولد حيشبع معناته كثير صغيره اذا عم بعطيه عصير ما حتوقع منه يرجع ياكل بعدين. صح، في بدائل للسكر هبه يعني حتى وقتها بيصير عمره فوق السنه، وكنت عم تقولي انه مستحب قد ما فينا ما ندخل السكر الابيض، قد ايه اليوم صار في بدائل صحيه للاولاد؟ مزبوط، في كثير بدائل وفي كثير اشياء ممكن نلاقيهم بالسوبر ماركت بدائل صحيه، هلا احنا فينا نعمل اشياء بالبيت كمان صحيه، في عنا تمر، في عنا انا بفضل نروح العسل الدبس لما يصير فيه ياخذ عسل ودبس، يعني اكيد افضل من انه احط له سكر مضاف، واكيد يعني كل ما بدخل له يمكن فروتس اكثر كل ما بتصير السويت الاكل اللي عم بكلها اكثر، سو خليني يتعود الولد على طعمه الحلو من هودي من هودي الاشياء اكثر من انه طعمه السكر الخالص، رح يلحق يروح على المدرسه وياكل قد ما بده سكر. صح، قد ما فينا يعني، ولانه بالبدايه يعني انا كثير بشدد على الولد بس نبلش ندخل له الاكل يكون الاكل صحي، لانه هذا الشيء اللي بيرسم له اذا بدك لبعدين كيف رح تكون صحته، سو ما نستهتر بهذا الشيء، يعني انا اذا ما كان ابني او بنتي عم ياكلوا بهذا العمر بشكل كثير كافي معناتها هون يعني في علامات استفهام وانا لازم عن جد فكر بالموضوع. واللي عم بتقوليه قد ايه مهم هي بقى انه هيدا مسؤوليه الام بالكامل. صح مزبوط. يعني مش هو بيختار هون، هي مزبوط. شو بتقدم له مزبوط. او على شو بتعوده هو هيك صح. بيكمل. في امهات بيستسهلوا يعني ببلش يعطوا سيريوس كل الوقت كل الوقت يعني اشياء سريعه التحضير، انا بفضل لا، بفضل كل شيء يكون بيتي بامتياز عم بيتحضر من البيت. صحيح، قلتي شغله كثير مهمه انه الكميه، يعني الكميه اللي بياكلها الولد قد ايه بتحدد، النوعيه قد ايه بتحدد، كل هول، لانه من عمر صفر لاي عمر بيكون عم بيتكون دماغه وجهازه الهضمي كل شيء. هلا من صفر لست اشهر اذا بدك الجهاز الهضمي عم بيكون عم بيتكون بشكل كامل، يعني احنا اول ما يبلش الولد مشان هيك كثير خطره انه نعطيه مرق له اكل، يعني في اهل ممكن يمرقوا له طعمات نكون عم ندوقه بيقولوا ليك ما انا مقبوله حتى لانه ما فيها الانزيمز الكافيين تهضم هول انواع المأكولات او حتى حيالا نوع اكل، معدته مخصصه بس تهضم الحليب فقط لا غير، سو هون الكميه حتى هي كميه الحليب اللي هو الولد عم بيطلبها، يعني اكيد بتفرق بين ولد وولد، بتفرق اذا الولد مريض، بتفرق اذا الولد عم بيكبر بسرعه او لا، يعني بتعرفي في اولاد مزبوط، سو انا اذا لست اشهر الولد دوبل وزن الولاده تبغوله معناتها انا ماشي بشكل صحي الولد، هون انا ببلش اعطي الكميه وبشدد هون شوي على الكميه انه ما تكون غصب للولاد، يعني انا اذا الولد عن جد شبع هو شبع بيرجع بيكمل يعني هو اذا اليوم ما اكل منيح بكره يمكن يرجع ياكل منيح. صح احسن مثل الكبار مزبوط يعني كمان شهيته وكل شيء، في كثير اهل بيحطوا بالتتين قصص هيك حلوه ما بعرف شراب التوت شراب الورد قد ايه خطير كمان. مزبوط يعني هي يمكن كميه كثير صغيره بس كمان عم ناثر لعماته، في كثير اشخاص كبار بالعمر عندهم مشاكل معده قرحه حرقه كلها اشياء بتاسس منها ولد صغير، من هو صغير الولد ببلش تأسيس هيدي الأشياء، سو أنا بس كون عم بستهتر بهيدي الأشياء رح أتوقع أنه على كبر الشخص يكون عنده مشاكل يعني بالجهاز الهضمي خصوصا. قد ايه بقى في مشاكل بتبين بالجهاز الهضمي أو ما بعرف بطريقة البلع أو بالجهاز التنفسي تكتشفها الأم من طريقة الأكل؟ مزبوط كتير، لأنه أنا إذا عم بحس الولد ما عم يبلع كل شيء عم بيبزقهم كلهم، معناتها في عنده يمكن صعوبة بالبلع، سو أنا هون لازم أتدخل، إذا أنا الكمية اللي عم بياكلها الولد اللي عم بحط له إياها أبدا ما عم بياخذ منها غير شوي صغيره كمان هون لازم اتدخل، وانا اذا كمان بدي راقب قد ايه الولد الدايبرز تبعوله قد ايه عم بيكون شو عم بيظهر من جسمه كم مره بالنهار، سو هون بدي ضلي مراقبتهم وبدي ضلي عم بحكي مع الدكتور تبعوله، هون بيجي دور الدكتور اكيد بالاسئله اللي بيعملها اسسمنت انه تيعرف اذا الولد نموه صح ولا لا. طبعا وقد ايه عم ياخذ وزن رح اقلبها بالقلب، اوقات كثير الاولاد بياخذوا وزن كثير كبير مثلا بشهر بياخذوا
أكثر مما لازم كمان على شو بيدل. صح مزبوط. والأكثر شوي للأولاد اللي ما بيرضعوا طبيعي اللي بيرضعوا فورميلا ميلك لأنه فيها سكر فورميلا ميلك وفيها فاتس أكثر. شو طبيعي الولد اللي عم بيرضع مش طبيعي يكون أنصح. فبيقولوا لك هي ليكي صحته بيفتكروا أنه صحته أنه أحلى من الولد اللي عم بيرضع طبيعي اللي هو ضعيف. لا هذا الشيء منه صح. وإذا كان كتير متبلج والبيبي يمكن شكله كتير مهضوم بس منه مؤشر أنه صح. وإذا كان عم بيدوب الوزنه بشكل أكثر ما هو لازم كمان لازم تنتبه. يعني في إكستريم مش تعمل له رجيم بس بس بنسمع فيها أوقات الدايت دايت الأولاد يعني حتى البيدياتر بيقولها أنه بدك تنتبه. يعني في دايت للأولاد حتى بعمر أشهر لأنه هذا خطير أنه يصير عنده وزن زائد. أوبيزيتي للأولاد كتير خطيرة ولبعدين كتير بتسبب لهم مشاكل. سول بدون ينتبهوا الأهل بدها تنتبه لنوعية الأكل عم تعطيه. تزيد الخضرة أكتر بأكله يمكن تكون ما عم تعطي كتير نشويات كتير دهون للولد أكتر ما عم تعطي خضرة وفواكه. وهون أكيد البيدياتريشن بيحدد لأكتر. السؤال الأخير هيك من يلي من راقبوا حوالينا. في كتير أهل بيستهونوا يعطوا الباستا المسلوقة للولاد. صح. أول شيء قطع عام صلب وبيصير يتكرروا كل يوم. قديه كمان هيدا الشيء مش مغذي هيدا الشيء كتير مش مغذي هيدا الشيء. نحن للكبار حتى بنعتبرها أنه هي بس مصدر نشويات لأكتر ولا أقل. ما بتكون عم تعطي شيء بتكون عم تسكت له جوعه للولد. بينما أنه instead فيها تكون عم تعطي خضرة بياخد كل الفيتامينز وفيها تكون عم تعطي اللحومات والدجاج والأشياء اللي لازم يخدها. يعني بس كون أنا ابني متعود على نوع أكل واحد وبعدين يعني كل ما يكبر كل ما تزيد البيكي إيترز ويبين أكتر نيقة بالأكل الولد إذا بدك. بيتبلش من هودي الأشياء. يعني أنا بس أعطي باستا على كذا يوم خلص حيتعود هودي الأشياء سهلة. صح. وعلى هيدي خاصة أنه هي طيبة رح يتعود على طعمتها ويحبها يرفض مزبوط. غير أكيد. أكل قديه مهم هيبة كمان نبدل الرز الأبيض بالفريكة أو بالبرغل أو بالرز الأسمر قد ما فينا. كل شيء بروسيست يعني الخبز الأبيض الرز الأبيض هو قد ما فينا ما نعودهم عليهم بيكون كتير منيح. هلأ نحن بأكلنا موجودين ما حتغير نظام أكله يمكن كله بالبيت الأم بس ما يكون الوجبة الأساسية هي رز. يعني مش أنه أنا بس طعميته رز يعني أنه أكل وتغذى ما أتوقع هذا الشيء. بده يكون الولد مثل الكبير من كل الفئات الغذائية متوازن أكله من كل الميلات من كل شيء ومن كل الفئات الغذائية موجود على كل وجبة أو على قليلة بنهاره. يعني أخذ من كل شيء. نعم شكرا هبة أبو الطيف على هالموضوع. كتير أمات بخافوا مثل ما قلتي بيعيشوا ستريس بهيدي المرحلة بس أكيد إذا أخذوا يعني مساعدة طلبوا مساعدة بتقطع بشكل صح. حلو شكرا لك.